يعتبر الطريق الدائري من اهم واكبر مشاريع الطرق والكباري في مصر، فيبلغ طوله حوالي 108 كيلو متر، يدور حول القاهرة الكبرى ليربط اطرافها ببعض. ولكن هذا الدوران لم يكتمل في منطقة الهرم بسبب انها منطقة اثرية، مما تسبب في ازدحام شديد في منطقة الهرم بالكامل وميدان الرماية الذي هو احد مداخل مدينة 6 اكتوبر وايضا طريق مصر اسكندرية، مما قلل احساس الناس باهمية الطريق الدائري بهذه المنطقة. ومؤخرا بدأ العمل في انشاء كوبري علوي فوق طلعة المريوطية بالهرم بعيد عن المنطقة الاثرية بطول 5 كيلو متر بعرض 4 حارات لكل اتجاه ليربط بين طرفي الدائري ليؤكد كفاءته. تكلفة المشروع ميزانيته وصلت ل 980 مليون للمحور كله، متقسمة طبعا على الثلاث شركات اللي بتنفذ اللي هم المقاولين مختار حسن علام. مدة تنفيذ مشروع محور المريوطية هو عامين. مشروع زي دوت المفروض ياخد 5 سنين في التنفيذ، الحمد لله في خلال سنة ونص قدرنا نحقق 70% من حجم العمل. ان شاء الله المفروض ان المشروع ده هنسلمه في اكتوبر بس ممكن يكون في 30 سبت. المشروع شغال 24 ساعة. يعمل للمشروع 1700 عامل و100 مهندس يواصلون العمل ليل نهار. كانت معاناة، ولكن المعاناة دائما تولد العزيمة. بنبذل اقصى جهد عشان ربنا يسهل ونسلم المشروع في ميعاده، وكلنا تعبانين والله. بقينا ان شاء الله على نهاية المشروع 3 شهور. المكنة اللي بتركب بالليل الصبح بتتقفل الخشب ونجارة، وبعدين الحداد يخش بعديها تتقفل حديد، وممكن بتتصب بالليل او تاني يوم الصبح. الناس اللي في المشروع ده مش حاسين بالتعب لانهم عارفين قيمة المشروع اللي بيعملوه. الانجازات بتتم على وقت قياسي وبجوده وبايدي كلها مصريه. واليوم افتتح الرئيس حسني مبارك محور المريوطيه لتلمس معظم محافظات مصر كفاءه الطريق الدائري في سهوله الحركه ولتستمر مسيره التنميه.